الوادي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه وادي البركة. بعد ما اخدوا الغنايم 3 ايام بياخدوا الغنايم وادي البركة. شايفين هنا الوادي ده مليان قبور، شايفين قبر أبشالوم. قبر أبشالوم يعني ازاي يكون في بركة في وسط القبور؟ ازاي المكان المنخفض مكان القبور يكون مكان البركة؟ دايما لما بنبص على البركة بنبص على الارتفاع، يعني يكون في ارتفاع يبقى في ارتفاع في بركة. لكن بركة في وسط قبور وبركة في الوادي، في المكان المنخفض، في المكان اللي انت تعبان كنت فيه، في المكان اللي كان فيه خوف، يسمى بعد كده وادي البركة. ده المكان اللي احنا فيه، وادي البركة، وادي يهوشافاط. لو انت في مكان دلوقتي في وادي، لو انت الظروف كلها جاية ضدك، لو انت مش عارف تعمل ايه وشايف العدو جاي عليك من كل ناحية ومش قادر انك انت تقوم تحارب، قل له انا مش قادر على الحرب دي لكن عيني نحوك، وهتشوف البركة في وسط التعب، هتشوف البركة في المكان المنخفض، هتشوف البركة في المكان اللي بالعيان لا يمكن يكون فيه بركة، في وسط القبور في بركة، في الوادي المنخفض وادي قدرون في البركة. ده وعد الله ليك، ده ميراث القديسين، إن هو معاك في كل مكان وفي كل أحوال. هو معانا في وادي ظل الموت، لا أخاف شرا لأنك أنت معي.